السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رصدت عدسات العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدا مصورة للفيضانات العارمة التي اجتاحت العديد من المدن والقرى في الصومال، والتي أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة بسبب غرق الشوارع ودخول المياه إلى المنازل والمحلات التجارية، كما وثقت المقاطع محاولات السكان لإخراج المياه من منازلهم. وكالة إدارة الكوارث نشرت تغريدة عبر منصة إكس تفيد بمقتل 10 أشخاص على أقل تقدير بسبب الفيضانات، هذا ما دفع الحكومة لإعلان حال الطوارئ في البلاد. وقالت وكالة الأنباء الصومالية بأن الأمطار الشديدة لا زالت مستمرة في الهطول منذ عدة أيام على محافظتي باي وباكول، ونجمت عنها خسائر فادحة، كما إن مدينتي بدوا وحدر هما الأكثر تضررا حيث جرفت المياه القوية العديد من المنازل في طريقها ونزح معظم سكانها إلى المدن والقرى المجاورة. وتسببت الأحوال الجوية السائدة أيضا بقطع الطريق العام الواصل بين بدوا والعاصمة مقديشو، وألحقت أضرارا مادية بالغة بمخيمات اللاجئين. في نفس الصدد ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات شديدة، مما نجم عنه نزوح ما يزيد عن 113,000 نسمة وتضرر مئات الآلاف من الأشخاص. قال المكتب أن الولايات الجنوبية الغربية بالإضافة إلى جوبالاند هي المناطق الأكثر تضرراً، وأضاف أن المياه حاصرت نحو 2400 شخص في بلدة لوق التابعة لمنطقة جيدو جنوب غرب البلاد، ويجري العمل على تقديم المساعدة لهم من أجل إجلائهم، بالإضافة إلى أن 14,000 أسرة انعزلت عن محيطها في بارديرا. هذا وقد أجبرت الفيضانات نحو 250,000 مواطن على مغادرة منازلهم في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد فيضان نهر شبيلي الذي غمر مدينة بالدوين وسط البلاد. وللعلم فإن هذه الهطولات المطرية الغزيرة للغاية التي تشهدها الصومال تأتي بعد أسوأ موجة جفاف ضربت منطقة القرن الأفريقي منذ 4 عقود، وأدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية، ما أودى بحياة ما يقارب 43,000 شخص. وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن ما تشهده هذه المنطقة يرجع إلى ظاهرة النينو التي ترفع درجة حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ، مما يؤدي إلى ظهور أنماط جوية متطرفة في كافة أنحاء العالم.